اليوم هذه الفئة الواسنة من المدرسين اللي يشتغلوا حوالي 4000 مدرس استفادت في السنوات الثلاث الماضية من الإنصاف بناء على تعليمات سامجة من الرئيس محمد الشيخ القزواني، وهذا الإنصاف هو محل تثمين وتقدير من هذه أولئك المدرسين الذين تم انتقاؤهم عبر مسابقتين في أكتوبر 2019 وفبراير 2020، وحولوا جميعا إلى الداخل في ظروف قاسية يطبعها تدني الرواتب والحرمان من العلاوات جميعا بثناء علاوة البعد والحرمان من التأمين الصحي. هذا الإنصاف تجسد حتى الآن في تقسيم 3120 من هؤلاء المدرسين ومعلمين وأساتذة، أغلبيتهم تم حل مشكلتها بشكل نهائي من خلال الوظائف العمومية، والبعض الآخر الذين تجاوزوا 40 عاما والذين تم اكتتابهم كمتعاقدين لا تزال عندهم مطالب عالقة متمثلة في حرمانهم من العلاوات. وكذلك هنالك بقية لم تستفد حتى الآن من هذا الترسيم، حوالي 400 مدرس. اليوم نعبر عن امتناننا لهذا الإنصاف ونلفت الانتباه إلى المشكلتين الباقيتين، منوهين في هذا السبيل بتعاطي الذي أظهرته وزارة التدريب الوطني في الأسابيع الماضية من خلال مراسلات إدارية متعلقة بعلاوات عقدوية الدولة. نود أن تكتمل فرحتنا بترسيم من تبقى عبر مسابقة نأمل أن يعلن عنها في الأشهر القليلة المقبلة، وأن تلتزم الوزارة بالاتفاق الشهوي لنا بهذا الإطار. هذه المجموعة من المدرسين السنوات الثلاث الماضية كانت دائما عندها حراك احتجاجي مطالبا بتسوية وضعيتها، واليوم بحمد الله عز وجل وبناء على هذه التعليمات الرئاسية استفادت هذه المجموعة من هذا الترسيم الذي استفادت منه غالبيتها، ونأمل أن البقية تستفيد منه في أقرب وقت ممكن، والذين لديهم مشكلة العلاوات يتم التغلب عليها في أسرع وقت ممكن.